الحمد لله هذه المباراة هذه اللي باش تخلينا نخدموا مرتاحين، جاتنا راحة تقريبا أسبوعين، باش تخلينا نلعبوا تخلينا نخدموا مرتاحين، والانتصار هذا نهديه للاعبين، للميريت الكل يرجع للاعبين بتاعتي اللي خنقولوا نكونوا واضحين، راهم همش مركزين بس على المباراة هذه، راهم مركزين من تقريبا الخمسة مباريات اللي فاتوا مركزين ليومنا هذا، والحمد لله كانوا رجال، كانوا في وسط الملعب، كانوا أسداء، كانوا قويين، الحمد لله ما ناش نوقف على الانتصار هذا، لا بالعكس باش نخدم، مازلنا عملنا شيء، مازال باش نخدم، المستقبل بإذن الله هو الزام بتشوفوه أحسن من هكا بإذن الله.